بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لسيادتكم وللشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وندعو الله أن يكون كل الخير والبركة لمصرنا الحبيبة خلال هذه الفترة القادمة إن شاء الله. واليوم يعني بنشرف بوجود حضراتكم وبنسعد جميعا بافتتاح صرح عالمي عملاق بكل المقاييس، ألا وهو مدينة الدواء المصرية. هذا المشروع العملاق اللي بيأتي في إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية للاهتمام وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصحة للمواطن المصري. بنستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري من خلال منظومة متكاملة بدأها فخامة الرئيس منذ 4 سنوات، من بدء العديد من المبادرات المهمة جدا اللي النهاردة تعتبر من أهم المبادرات على مستوى العالم، بدءا من مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة صحة المرأة، صحة أطفالنا في المدارس، القضاء على قوائم الانتظار من خلال عمل العمليات الجراحية للمصريين اللي كانوا محتاجين تدخل جراحي، واللي تجاوز النهاردة 750 ألف تدخل جراحي تم تقديمهم للمواطنين المصريين بدون مقابل في إطار هذا الموضوع المهم جدا اللي احنا بنهتم به في قطاع الصحة. أيضا المشروع الكبير جدا الدولة المصرية النهاردة متبنية، وهو المشروع التأمين الصحي الشامل اللي منذ فترة وجيزة يعني شرفنا بقيام السيد الرئيس بإطلاق المرحلة باقي المحافظات في المرحلة الأولى في المشروع، 5 محافظات من مدينة الإسماعيلية، ومعالي الوزيرة الصحة عرضت حجم الإنفاق والاستثمار الضخم جدا اللي الدولة المصرية قامت بيه وبتقوم بيه النهاردة في هذا القطاع اللي يهمنا جدا ان احنا يعني ننطلق فيه بمنتهى القوة لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين. وان شاء الله يمكن مع المبادرة الرئاسية لمبادرة حياة كريمة هيكون هناك ايضا تطوير كامل لمنظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومستشفيات المراكز في الريف المصري، وبالتالي هنبقى إن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدم خدمة مهمة جدا وخدمة على أفضل مستوى لأكثر من 58 مليون مصري. اليوم مع وجودنا في مدينة الدواء احنا بنستكمل الوجه الآخر من منظومة الصحة ألا وهو صناعة الدواء. واسمحوا لي يمكن حضرتك ان النهارده يمكن ده اخر عدد من مجله الايكونومست، وبتتكلم هنا في تاريخ 27 مارس من 4 ايام، بتقول النهارده ويمكن الرسمه اللي قدام حضراتكم معبره جدا ان النهارده بتربط ان عمليه التعافي الاقتصادي هتكون مرتبطه بقدره الدوله على اداره منظومه الصحه فيها، وان يكون عندها بنيه اساسيه قويه لعمليه الصحه. فكل ما كانت الدوله عندها بنيه اساسيه جيده جدا في مجال الصحه وتقدر انها تقدم كل الخدمات الصحيه، كل ما هيبقى اقتصادها بيتعافى بصوره كبيره جدا. وعشان كده صناعه الادويه والمستلزمات الطبيه النهارده بقت على قمه الاجنده الحكوميه في كل دول العالم. وده يمكن حضراتكم النهارده يعني مهم جدا ان احنا نشوف هذه المقوله، ان تامين وتوافر مخزون استراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبيه والادويه ده اصبح قضيه امن قومي بتشغل كل دول العالم. والموضوع ده في ظل جائحه كورونا كلنا كنا شايفين ان تراجع صناعات كثيره وتراجع التجاره بنسب يعني اكثر من 14 او 15% في نفس الوقت اللي زادت فيه صادرات وواردات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى العالم طبعا بنسبة أكتر من 16%. الدولة المصرية كانت بتتحرك من أول لحظة في مواجهة هذه الجائحة، وتحركنا في إطار منظومة متكاملة من يمكن 7 محاور رئيسية. اشتغلنا على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن، وأيضا الإجراءات الاحترازية اللي احنا طبقناها والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات الخاصة بهذا الموضوع، ولكن أيضا كان هناك تركيز كبير جدا من الدولة على تعزيز البنية التحتية الطبية. الحد من التداعيات بتقديم مجموعة من الحزم التمويلية والصرف على قطاع الصحة، وفرنا أكثر من 11 مليار جنيه دعم إضافي
في خلال العام الماضي علشان مواجهة هذه الجائحة الغير مسبوقة في تاريخ العالم. الحزمة اللي أطلقها فخامة الرئيس لدعم الاقتصاد المصري ب 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى حزم من التمويلية والخطط التنموية من شركاء التنمية، كل ده يعني كنا بنقوم بيه كدولة النهاردة، بالإضافة طبعاً إن اهتمينا بإعادة أبنائنا اللي كانوا في الخارج اللي كانوا عايزين يرجعوا مصر في إطار الظروف الاستثنائية دي، واللي تجاوز أعدادهم النهاردة أكتر من 320 ألف مواطن. الحقيقة يمكن طبقاً للعالم مصر تعتبر من أوائل الدول اللي أخذت إجراءات سريعة جداً وفورية للتعامل مع جائحة كورونا، وده يمكن اللي بفضل وكرم من ربنا مكن الدولة المصرية أن النهاردة نعتبر من أقل الدول تأثراً بهذه الجائحة. يمكن الخريطة دي يا فندم بتوري الدول تواريخ بدء تتعامل إزاي مع هذه الجائحة. إحنا بدأنا من مارس 2020، اللون بتاعنا يعني اللي هو مع يعني حتى قبل ما تظهر عندنا أول يعني حالة كانت الإجراءات بتاعتنا ابتدينا ناخدها، وكنا مستشرفين الضغط اللي هيحصل على المستلزمات الطبية والخامات، ويمكن عشان كده الدولة أخذت بعض التدابير الاحترازية لما منعنا تصدير بعض الحاجات الاستراتيجية أو المنتجات والخامات الاستراتيجية عشان نؤمن للداخل احتياجاتنا، وده اللي مكننا بصورة جيدة إن إحنا الحمد لله ما تأثرناش بصورة كبيرة، وده اللي خلانا الحمد لله يمكن التقرير الخاص بجامعة جون هوبكنز، وده يمكن من أشهر الجامعات في المجال الطبي، امبارح فقط كانت محدثة الأرقام بتاعتها وخريطة العالم، ومصر تعد من أقل الأعداد الإصابات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم، وده يعني شيء يدعونا إلى الحمد لله إن احنا نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة، وإن إن شاء الله ربنا يديمها علينا في خلال الفترة القادمة. الحقيقة يمكن في إطار هذا الموضوع احنا فندم استخدمنا يعني كان عندنا يعني الحقيقة يعني زي ما بيقولوا جائحة كورونا جت من غير ما يبقى هناك أي كتالوج أو مانيوال نتحرك فيه في التعامل مع هذه الجائحة، وكل دولة كانت بتجتهد في التعامل مع هذا الموضوع، ولكن احنا يمكن كان في إطار ان احنا بنتعامل مع يعني حادثة غير مسبوقة وفجائية، ولكن كان عندنا رؤية كدولة ان احنا نتحرك لأهم شيء هو تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بتاعتنا، واللي احنا النهاردة الحمد لله واحنا موجودين بنتكلم على ان عندنا تأمين لأغلب او كل المستلزمات الطبية بتاعتنا والأدوية ما بين شهرين الى 3 سنوات، ويمكن هناك توجيه من سيادة الرئيس ان احنا نزود حتى الجزء الخاص بالشهرين الى 6 أشهر على الاقل عشان يبقى عندنا الامان التام من اي اجراءات مفاجئة. وبالفعل احنا النهاردة بقينا بنصنع تقريبا كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، يمكن فيما عدا مستحضر واحد احنا برضو في سبيلنا النهاردة ان احنا هنصنعه محليا. تعاملنا مع قضية مهمة جدا هي قضية الأكسجين وتوافر الأكسجين اللي دخل في بروتوكول العلاج في خلال الموجة الثانية من الجائحة، ومع ذلك الحمد لله النهاردة احنا عندنا الاحتياطيات بتاعتنا مؤمنة بالكامل، بنتكلم على في هناك يعني 2 مليون لتر احتياطي غير التوفير الكامل بنسبة 100% من احتياجات المستشفيات يوميا، وعندنا احتياطي 2 مليون لتر وبنرفعه ان احنا نصل الى 3 مليون لتر. بالنسبة للفاكسين او المصل واللقاح، الحقيقة الدولة تعاقدت مع احد طبعا الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة، وبالفعل النهاردة احنا مع وصول الشحنة اللي وصلت امبارح في منتصف الليل احنا النهاردة بنتكلم على 1.6 مليون جرعة بقت موجودة على ارض مصر، وبالفعل بالاضافة الى 400 ألف اخرى هيجوا في خلال يومين، فاحنا بنتكلم على 2 مليون جرعة متوفرة النهاردة، وبدأنا بالفعل بالفئات الاولى بالحصول على اللقاح، وهي طبعا كانت الأعضاء الأطقم الطبية والأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن يمكن على مدار بناء على توجيهات سيادة الرئيس لجنة الأزمة ومجلس الوزراء أقر طبعا إن احنا إن شاء الله هنتوسع مع توافر اللقاح، وإن احنا ال 40 مليون هيجولنا في خلال الأسابيع القليلة القادمة، إننا نفتح المجال لكل القطاعات وبأجمر حجم كمية كبيرة، ويمكن كان اللي احنا واخدينه كإجراء ان احنا فاتحين موقع الكتروني المواطنين بيسجلوا فيه، ووصل
عدد المسجلين حاليا ل 600 ألف متقدم. احنا ان شاء الله طبقا ل يعني الدراسة اللي قامت بها السيدة وزيرة الصحة ان هنكون قادرين على اعطاء اللقاح ل 600 ألف في خلال اسبوع او العشر ايام الجايين على الاكثر، والباقي بعد كده هنفتح بالتوازي مش فقط المسجلين، هنتيح اللقاح في كل المراكز التطعيمات اللي احنا زودناها ل 139 مركز على مستوى الجمهورية، ولكن ايضا هنستهدف مباشرة القطاعات يا فندم اللي فيها أهمية شديدة من الناحية الاقتصادية، وأيضا نتيجة يعني تزايد الاحتكاك مع الجماهير زي قطاعات البنوك، قطاعات الصناعة، السياحة، التعليم، عشان نتيح لكل العاملين في هذه القطاعات إن شاء الله هذا اللقاح. الأهم من كل هذا الكلام إن احنا كدولة كنا مستشرفين أهمية تطوير قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، وده يمكن الحمد لله مكن الدولة انها تكون على ارض ثابتة لما جت جائحة كورونا، وده يمكن ظهر بتوجيهات القيادة السياسية، وان احنا في اطار رؤية مصر 2030 ان احنا ننشئ ذراعين مهمين جدا للدولة يكونوا قادرين على ادارة وحوكمة منظومة انتاج الادوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها لكل الجمهورية، ودول هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية. هيئة الشراء الموحد مسؤولة عن تأمين عملية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بأفضل مستوى وبأفضل كواليتي وفي نفس الوقت بأقل سعر ممكن، وده اللي فعلا وفر على الدولة المصرية عشرات المليارات من لما كان بيحصل قبل كده مناقصات منفردة، لكن مع منظومة الشراء المركزي تمكنت الدولة المصرية بالفعل من توفير عشرات المليارات اللي استفادت منها في انها نحصل على كميات اكبر، او ان احنا نتيح لنفسنا الدخول في حاجات اخرى ما كناش النهاردة كنا هنقدر لو كنا استمرينا بالمنظومة التقليدية بتاعتنا. على الجانب الاخر هيئة الدواء المصرية، الدواء النهاردة بقت بتقدم موضوع الاسراع بتسجيل المنتجات، التأكد ومراقبة الجودة بتاعت المنتجات ومأمونيتها اللي موجودة النهاردة سواء مستحضرات او مستلزمات طبية. وخليني اقول لحضراتكم ان احنا النهارده بنشتغل على ثلاث محاور رئيسيه الدوله المصريه بتعمل فيهم باقصى سرعه لتطوير كل هذه المنظومه بالكامل الخاصه بصناعه الدواء، وتطوير المنظومه اللوجستيه للقطاع الصحي، ده ممثله في مشروع المخازن الاستراتيجيه اللي النهارده الدوله المصريه بتنفذها، واخيرا الجزء الخاص المشروع الكبير اللي احنا عارفين ان ده هينقل مصر نقله نوعيه حقيقيه في صناعه الدواء، وهو مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما. ويمكن يا فندم في صناعة الدواء احنا النهاردة حجم السوق المصري، احنا بس عشان حضراتكم نشوف حجم التطور اللي تم في اخر ثلاث سنوات، من 18 كنا 96 مليار جنيه، النهاردة 125 مليار جنيه. وهذا القطاع، وده شيء مهم جدا، ان ال 125 مليار 90 مليار منهم القطاع الخاص و 35 مليار المؤسسات او الشركات اللي تابعة للدولة، وبالتالي هناك دور قوي جدا بيقوم به القطاع الخاص المصري، والنهارده احنا بنشجعه على الاستمرار في هذا الدور، وده يمكن اللي الحمد لله برضه ممكننا ان احنا نكون قادرين على هذا الموضوع. احنا يا فندم النهارده وصلنا الى تقريبا نسبه 88% تصنيع محلي للاحتياجات بتاعتنا، وال 12% اللي احنا بنستوردهم، ودول مهم جدا ان احنا نعرف هو ده البعد الاستراتيجي اللي احنا بنشتغل فيه من خلال هذا المشروع العملاق اللي بنفتحه النهارده مدينة الدواء، وأيضا مشروع زي تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، إن الـ 12% دول اللي هم الأدوية شديدة التعقيد وشديدة التقدم اللي احنا النهارده كمصر ما زلنا بنستوردها بالكامل، زي أدوية السرطان وبعض الأدوية الأخرى اللي هدف الدولة النهارده إنها تحقق أيضا فيها الاكتفاء الذاتي. النهارده احنا كمصر يعني دي البنيه الاساسيه اللي موجوده، عندنا 152 مصنع ادويه على مستوى الدوله المصريه، بالاضافه الى 40 مصنع اخر، 152 مصنع ادويه بالاضافه الى 40 مصنع ما زالوا تحت الانشاء، عندنا اكثر من 700 خط انتاج النهارده بيقدموا هذه المنظومه الكامله. ولكن زي ما بقول لحضراتكم، وده نقطه مهمه نشوف قد ايه التطور اللي تم نتيجه لاهتمام الدوله بهذا القطاع، كان بنتكلم على مستحضرات الأورام ومثبطات المناعة، كان عندنا خط إنتاج واحد، النهاردة في خط هينتهي في خلال الأشهر القليلة القادمة عشان نضاعف به الإنتاج. المستحضرات الحيوية كان عندنا خط إنتاج واحد، هناك أربع مشروعات بتخلص برضو في نفس الوقت حاليا، المضادات الحيوية الحديثة،
عندنا النهاردة في توسع شديد، في تم بالفعل إنشاء وتشغيل 3 خطوط إنتاج جديدة. الحقيقة بخاخات الصدر، الأنسولين اللي كان عندنا دائما مشكلة كبيرة لمرضى السكر، النهاردة إحنا بنتجه إلى تمام توطين هذه الصناعة في مصر، بحيث فعلا يعني نكون خلاص مش محتاجين أي استيراد من هذا الموضوع. وأيضا مستحضرات الهرمونات، وكل دي الحقيقة كانت أدوية دقيقة ومستحضرات دقيقة كانت مصر بتفتقرها، وكنا بنعتمد اعتماد كامل على الاستيراد. النهاردة بهذا المشروع العملاق اللي هنشرف بقيام فخامة الرئيس بافتتاحه، هنضيف حقيقة مدينة طبية مبنية على أعلى مستوى، ويمكن يعني زملائي الدكاترة اللي هيعرضوا هذا المشروع هيعرضوه بالتفصيل. حقيقي إن شاء الله هيكون مركز، ليس فقط مركز لمصر، ولكن هو مركز عالمي بكل المقاييس. هنستهدف منه بالتأكيد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن أيضا هيبقى عندنا قدرة مصرية على تصدير المنتجات بتاعتنا بإذن الله خلال المرحلة القادمة. في مجال طبعا مشروع آخر، وهو تطوير المنظومة اللوجستية من خلال تنفيذ المخازن الاستراتيجية. احنا طبعا كانت عندنا مشكلة حقيقية ان ممكن يبقى عندنا متوافر الأدوية والمستلزمات، ولكن موجودة بصورة مركزية، ولكن طبعا عشان نقدر ان احنا نسهل تواجد هذه المستلزمات بصورة فورية على ربوع الجمهورية، كان توجيه فخامة الرئيس بإنشاء مجموعة من المخازن الاستراتيجية اللي هتدار على أعلى مستوى وأعلى تكنولوجيا وبدون تدخل بشري، في زي ما بنشوفها في كل العالم، بحيث إن هي دي اللي تكون قادرة على توزيع كل المستلزمات والوصول بكل الأدوية إلى كل ربوع الجمهورية في كل المحافظات في أسرع وقت ممكن. بالفعل إحنا النهاردة ده هدفنا، إن إحنا يكون عندنا إدارة وحوكمة شديدة للمنتجات الطبية، نبقى عارفين الرصيد اللي موجود عندنا وموجود على الكمبيوتر في كل حتة، عندنا رؤية وإدارة، عارفين كل مستلزم وكل جهاز طبي وكل دواء، إحنا حجم الإنتاج اللي عندنا قد إيه، بينتج فين، الاحتياطي بتاعنا هيبقى قد إيه، كل ده هيبقى منظومة إلكترونية موجودة. المشروع ده تكلفته 4 مليار جنيه، هننشئ 6 يعني مخازن استراتيجية موجودة يمكن طبقا للخريطة، قدرتها أو سعتها تقريبا 190,000 باليت، باليت يعني أو باليتا، ودول موزعين زي ما حضراتكم شايفين. هناك هيبقى مخزن استراتيجي موجود وفي القاهرة الكبرى ومجموعة أخرى، عشان تبقى فعلا عندنا قدرة للوصول لكل ربوع الجمهورية. الجزء الأخير، وهو يمكن المشروع اللي يعني فخامة الرئيس أطلقه، ويمكن عدد من المصريين مازال بيتساءل، هو إيه أهمية موضوع مشتقات البلازما، على الرغم من إحنا اتكلمنا فيه، ولكن دائما ما نحب تذكير وتأكيد مدى أهمية هذا المشروع المهم. هذا المشروع الحقيقة دول قليلة جدا على مستوى العالم اللي عندها هذه البنية الأساسية، وده توجه أمن قومي في إطار إن إحنا نؤمن زي ما قلت لحضراتكم الأدوية اللي بتبقى دقيقة جدا وشديدة التعقيد، وأحيانا بتستغل يعني كناحية يعني فيما يخص الأمن القومي. وعشان كده هذه المستلزمات ومشتقات البلازما دي بتساهم زي ما حضراتكم شايفين في علاج العديد من الأمراض، سواء الفشل الكبدي، الأورام، الرعاية الحرجة، المناعة، وسرطان الدم، ودي كلها أدوية النهاردة احنا بنستوردها. فبالتالي لما مصر النهاردة بتدخل هذا يعني المجال المهم جدا، احنا بنؤمن مرة أخرى لأهلينا هذه الأدوية اللي النهاردة احنا عارفين بدولة بحجم مصر اللي بتتجاوز 100 مليون مواطن، من المهم جدا أن تكون عندنا هذه الصناعة. يعني أدوية الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين يعني بتقي بالعديد من الأمراض الشديدة التعقيد، ويعني يمكن ده زي ما قلت لحضراتكم هدفه ان احنا فعلا نؤمن لاهالينا هذه النوعيه من الادويه المتقدمه. احنا توجيه سياده الرئيس ان احنا ننهي في خلال يعني بنهايه عام 2022 هيكون عندنا اول مصنع متكامل لهذا الموضوع، وتم اختيار العاصمه الاداريه لانشاء هذا المصنع، وبالفعل بدات اعمال التنفيذ فيه. وفي نفس الوقت في 40 مركز تجميع للبلازما على مستوى الجمهورية أيضا هيكونوا جاهزين، غير بالإضافة إلى خطة أخرى هتكون بعد 22 إن إحنا نزيد من هذه المراكز. والحمد لله أيضا من الجزء التشريعي بالفعل وافق مجلس النواب مؤخرا على القانون والتشريع الخاص بهذا المشروع الكبير، وانتهينا من تأسيس الشركة الخاصة بإدارة هذا المشروع المهم اللي بنأمل إن شاء الله هيكون نقلة نوعية كبيرة لمصر في خلال المرحلة القادمة. بشكر حضراتكم يا فندم، شكراً.